السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب، ممكن بس تعطيني الإقامة؟ بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل 277 ألف زيارة خلال العام الماضي. هذه الزيارات تم تكثيفها بعد انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة في البلاد. أدهم، إيش هي أكثر أنواع المخالفات انتشاراً اللي تقومون أنتم برصدها؟ أكثر المخالفات اللي نقوم برصدها هي للمادة 15، اللي هي إيش؟ اللي تنص على أنه صاحب العمل لم يبلغ مكتب العمل بموقعه الجديد أو بتغيير الموقع. هذه الزيارات ترتبط بمركز العمليات بالوزارة. إيش الإجراء المناسب في هذه الحالة؟ طيب أخوي عثمان، أول شيء ضبط المخالفة المادة 15 بالنظام، وهي تنتشر في كافة مناطق المملكة. وبحسب هذه الزيارات فإن أكبر عدد للمخالفات تم رصده في مكة المكرمة بما يزيد عن 27 ألف مخالفة العام الماضي. نقوم بدورنا كمركز عمليات متابعة المركبات اللي موجودة الآن بالخريطة. طبعا المركبات اللي باللون الأخضر هذه موجودة والآن قاعدة تقوم بدورها بعملية التفتيش. وتتصدر منشآت نشاط تجارة الجملة والتجزئة عدد الزيارات التفتيشية مقارنة ببقية الأنشطة. نسعى دائما للتركيز على بعض المخالفات اللي نرى أنها يعني خطيرة على سوق العمل، مثلا مخالفات العمل عند غير صاحب العمل، أو أن العامل يعمل وهو غير مرخص له بالعمل، فهذا يخلق بيئة يعني غير تنافسية. والإجراءات المتخذة تجاه المخالفين تتنوع ما بين الإنذار وضبط المخالفة وحتى إقفال المنشأة.